أقامت سفارة مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفل استقبال بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، بمشاركة وحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ والوزراء وأصحاب السعادة السفراء المعتمدين وكبار المسؤولين من السلك العسكري والشخصيات البارزة في الدولة والمواطنين والمقيمين على أراضيها. وافتتح الاحتفال سعادة السفير الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بكلمة رفع فيها أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مهنئا أبناء البحرين بهذه المناسبة الوطنية العزيزة. وأشاد سعادة السفير بالعلاقات البحرينية الإماراتية الوطيدة والتي تعتبر نموذجا في الوحدة الخليجية والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة على أسس من الود والاحترام المتبادل ورابطة الدين والدم والتاريخ واللغة ووشائج القربة والهدف والمصير الواحد، موضحا أن العلاقات الثنائية تحظى دائما برعاية واهتمام صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم وأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهما الله ورعاهما، مشيرا إلى أن هذه العلاقة الثنائية الأخوية تتميز بالانسجام في كافة القضايا الإقليمية والدولية والتي شهدت العديد من المحطات البارزة مما أسهم بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات واستمرارها لسنوات طويلة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون المشترك. شرفنا برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد لهذا الاحتفال، الاحتفال الغالي على قلوبنا جميعا. حقيقة نعتز بأن احنا نحتفل به سنويا في أبو ظبي. إن شاء الله الله يجعل أيامنا كلها أعياد وأن يحفظ البحرين والمزيد من التقدم والازدهار بقيادة سيدي صاحب الجلالة وسيدي مولي العهد. طبعا اليوم فرحان بهذه المناسبة الطيبة، مناسبة عيد اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيق، ونحن أسرة وحدة وإخوان، وإن شاء الله إن شاء الله الأعياد تدوم على مملكة البحرين الشقيق ودولة الإمارات العربية المتحدة. في النهاية أقول أنا بحريني وإمارات. نبارك لمملكة البحرين الشقيقة بمناسبة العيد الوطني، وإن شاء الله دوم تكون دولة أمن وأمان على مر التاريخ إن شاء الله. تهانينا لجلالة الملك ولشعب البحرين الشقيق بهذه المناسبة اللي هي نحن بتكون لنا ذكرى في نهاية السنة هذه، ذكرى نعتز فيها، عيدكم عيدنا. كل عام وأنتم بخير ومملكة البحرين الشقيقة بألف خير يا رب، وإن شاء الله هاي فرحة كلاتنا فرحانين فيها بالعيد بمناسبة العيد الوطني البحريني، واتمنى لكم إن شاء الله دوام الصحة والعافية يا رب العالمين.